معنا مباشرة من هناك الشيخ غسان مزهر العبيدي المرشح عن التحالف العربي في كركوك. أهلا وسهلا بك شيخ غسان. شيخ غسان، يعني لليوم الخامس على التوالي مستمرة الاحتجاجات والتظاهرات في محافظة كركوك للمطالبة بالعد والفرز اليدوي بدل الإلكتروني. أيضا كانت يوم أمس هناك أعلن النتائج الأولية في محافظة كركوك، وكما هي الاتهامات بأن الاتحاد الوطني الكردستاني هو من أول كما ذكر مراسلنا أكثر من مرة، هو من ربما سيطر على مجريات الأحداث في كركوك. نعم شيخ غسان، إذا كنت تسمعني. نعم شيخ غسان، إذا كنت تسمعني أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة. شيخ غسان، أسألك عن استمرار التظاهرات والاحتجاجات من قبل الناخبين والمواطنين في محافظة كركوك للمطالبة بالعد والفرز اليدوي بدل الإلكتروني، ربما لاتهامات الناخبين للمفوضية بأن العد الإلكتروني ربما سيكون هناك الكثير من المعوقات والخلل والتزوير. هناك إصرار من الشعب العربي التركماني في كركوك على تأكيد الحصول على حقوقهم في تصويتهم بعد المأساة اللي حصلت في تزويرها من خلال أجهزة الاقتراع الإلكتروني، واللي مسؤولة عنه المفوضية اللا مستقلة للانتخابات في كركوك، وهي جزء أساسي في عملية التزوير. ومصر الشعب العربي والتركماني أن يبقى معتصما في الشوارع ومتظاهر إلى حين الحصول على حقوقه. نعم شيخ غسان. ألو تسمعني؟ نعم والإصرار هذا الإصرار مستمر. هناك لا زالت 83 محطة متروكة في كركوك لم يجرى عليها أي عملية عد وفرز. هناك صناديق الاقتراع للنازحين في مخيمات النازحين أيضا متروكة. هناك عدم مبالاة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحقوق أهالي كركوك من العرب والتركمان. الوضع مأساوي، نتمنى أن يكون امتدادنا العراقي في كل مكان داعم لحقوقنا في كركوك، وأن تكون شاهد عليه الأمم المتحدة وكل الخيرين في العراق اللي نتمناه أن يحصل على التغيير وأن يكون جزء فاعل في مستقبل العراق. نعم. هذه الأمور لا يمكن القبول بها، لأن عانينا منذ 13 عام من مصادرة حقوقنا في كركوك نتيجة عدم الدقة، وأيضا وجود طرف. نعم. يحاول أن يأخذ حقوق الأطراف الأخرى في كركوك. طيب شيخ غسان، هذه الأمور يجب أن تتوقف وأن يكون هناك حد لهذه بصراحة هذه المجزرة الصوتية، المجزرة الانتخابية اللي حدثت في كركوك واللي يقودها الاتحاد الوطني الكردستاني. طيب شيخ غسان، المفوضية حتى الآن لم تقدم على إجراء ربما فيما يخص العد والفرز اليدوي التي ربما هي المطالبات المستمرة من قبل الناخبين، لكن السيد حيدر العبادي أيضا ذكر بأن هذه المشكلة سوف تحل عن طريق العد والفرز اليدوي. ربما ستستجيب المفوضية لمطالبكم لأيضا السيد العبادي كما ذكر بأن هذه المشكلة سوف تحل، أم ربما تستمر هذه المشكلة للأيام القليلة القادمة؟ لا زالت المجتمع العربي والتركماني في كركوك مصر على إجراء العد والفرز، وهناك إصرار من الجميع وأن لا تؤخذ أصواتنا نتيجة مزايدات أو حسابات. العفو، مسموع صوتي؟ العفو. نعم. ألو تفضل شيخ غسان. لا زال الإصرار في الشارع الكركوكي بما يخص العرب والتركمان هو الاعتصام والتواجد إلى حين إصدار قرار من المفوضية بالعد واليدوي. هناك محاولات من المفوضية، وبصراحة فيها نوع من الإجحاف بحق المتظاهرين والمعتصمين بأن تطلع أرقام نحن نشكك بها،
والمفوضية تدعم أرقام من خلال شاشات التلفزيون على قسم نعم يعني المحافظة. نتائج يوم هذا أمس الموضوع مرفوضة، يجب أن يكون قرار. نعم، النتائج التي أعلنت يوم أمس هي نتائج مرفوضة، التي تصدر الاتحاد الوطني الكردستاني المركز الأول والتحالف العربي المركز الثاني. قطعا، لأنه لا زالت 83 من صناديق الاقتراع مهملة لم يؤخذ بها أي قرار، وما صناديق داقوق وصناديق النازحين اللي موجودين في المخيمات، هناك فوضى في عملية اتخاذ قرار لمصير عرب وتركمان كركوك، لن يقبلوا بذلك على الإطلاق، لسنا ضحية مساومات. نعم. يجب أن يكون القرار واضح ودقيق من كل الخيرين في هذا البلد، من رئاسة الوزراء، القوى السياسية، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن يكون قرارها حاسم، وأن تثلج صدور الذين ذهبوا إلى الانتخابات لكي يغيروا لمستقبل كركوك ومستقبل العراق. يجب أن نعم، هناك معلومات تقول بأن في داقوق ربما هو صندوق واحد الذي حصل فيه الخلل، وهذا الصندوق سيتم فتحه من قبل المفوضية، هذا الإجراء التي أقدمت عليه المفوضية. على الإطلاق، على الإطلاق، هذه دعاية مضادة. هناك عملية تزوير فاضحة في كركوك، في جميع مناطق كركوك، وهناك من المفوضية اللامستقلة في كركوك بعدم السماح للمواطنين، وخسرنا أصوات كثيرة حتى في أطراف كركوك، في مناطق نعم. الحويجة، في مناطق غرب الرياض، لعدم تسهيل عملية تشغيل المحطات اللي موجودة، لوجود عطل ولعدم تشغيلها إلا في وقت متأخر، ساعة 12 الظهر وسدت ساعة 4، وعدم إعطاء الفرصة للناخبين. وعلى يعني فوق هذا ايضا تطلع النتائج مزوره، نعم. يعني يطلع عائله واحده منتخبه 10 ما يطلع ولا واحد من عندهم يطلع للاتحاد الوطني الكردستاني، او نعم. تطلع في كل الصناديق اللي موجوده بالانتخابات، عمليه مرفوضه، عمليه مرفوضه، نعم. والشعب العربي والتركماني في كركوك لن يقبل المساومات الا بالعد والفرز، نهيب باخواننا وامتدادنا العربي والعراقي بشكل عام، نعم. ان يكون ظهر وساند لنا حتى نحصل على حقوقنا بعد غياب زاد على 13 سنه، يجب نعم. عدم السماح لاطراف كانت تستحوذ على الوضع في كركوك بالاستمرار في هذا. نعم. ونتمنى ان يكون القرار عاجل قبل ان تخرج نأمل الامور ذلك. عن وضعها الطبيعي. نأمل ذلك. اذا الشيخ غسان مزهر العبيدي مرشح التحالف العربي في كركوك، كنت معنا مباشره من كركوك، شكرا جزيلا لك.